والحقيقة احنا هنبدأ برستو الفرخة الكاملة علشان هو اللي هياخد مننا اكتر وقت. وهنحتاج دجاجة هتكون 1200 او 1000 جرام، هنحتاج ليمونة أضالية، راس توم صحيحة، عودين روزماري، واربع عواد زعتر فريش، ثلاث عواد كرفس فرنساوي، بصل ارباع وجزرة شرايح، كوبايتين حليب، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت ذرة، ورقتين لورا، أربع فصوص حبهان صحيح، وخمس حبات مستكة، معلقة كبيرة حبوب فلفل أبيض، معلقة كبيرة حبوب فلفل أسود، وملح. دي مقاديرنا. ماشي، مفيش مشكلة. وهنبدأ دلوقتي شغل في الوصفة بتاعتنا. عايزين حلة تكون على قد الفرخة، وممكن أكبر شوية عشان الفرخة تبقى براحتها وإحنا نعرف نتعامل معاها. فأنا هجيب حلة كبيرة وهحط الحلة تسخن على النار. أنا مستعملة في وصفة النهاردة بالظبط معلقة كبيرة زبدة. اللي عايز يشيلها خالص مفيش مشكلة، اللي عايز يخليها زيت بس مفيش مشكلة، اللي عايز يستغنى عن الدهون تماما برضو مفيش مشكلة. بس أنا يعني معلقة واحدة بس، لأن زي ما قلت لكم أنا أكلي النهاردة مش دايت، أنا أكلي يعتبر لايت، فمفيش مشكلة من معلقة واحدة زبدة لكل البورشن اللي هياكلها عدد كذا شخص يعني. حبات المستكة هحطها مع الزبدة تسيح. عندي كمان كام فص حبهان وكم ورقة لورا، وهاجي كده اتأكد بس ان المستكة ساحت. المستكة طبعا بتسيح في اي مادة دهنية. طبعا انا حطيت مع الزبدة معلقة صغيرة بالظبط زيت عشان بس احميها من ان هي تتحرق. فكم الدهون اللي في الوصفة ككل بسيط خالص يعني، وزي ما قلت اللي عايز يستغنى عن حاجة فيهم ما عنديش اي مشكلة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الفرخة الحلوة الجميلة دي، عايزة اديها كده رشة صغيرة ملح وفلفل، رشة بس بسيطة يعني مش حاجة كبيرة، وهقلبها على الناحية التانية واعمل نفس الحاجة. فلفل، وملح، وهاخدها كده زي ما هي وانزلها في الزبدة. طبعا اللي هيحصل دلوقتي انها هتاخد ريحة وطعم خرافيين من المستكة اللي ساحت في الزبدة والزيت، فاحنا ضامنين كده طعم جميل جدا هيأثر جدا على النكهة النهائية. والتحميرة الصغيرة دي بتفرق قوي صدقوني، بالذات احنا يعني ايه مش عندنا مواد دهنية كتير، احنا مقللينها النهاردة، فعايزين ناخد طعم حلو من غير ما نضطر نضيف بقى زبدة او دهون او غيره، فالموضوع يبقى خفيف. طيب تعالوا نبص كده ايه اللي حصل. بس زي الفل، شايفين اللون الذهبي الحلو ده؟ ده اللي عايزه اخده. وانا قلبتها على الناحيه الثانيه عشان ناخد نفس اللون بالظبط. وهنيجي نعمل ايه بعد ما ياخد ده اللي ظهر اللون؟ هنقلب ممكن تاني كمان نحمر القشره شويه او نحمر الصدر شويه اكتر، وممكن كمان على الجناب. المهم يعني ان احنا نديها فرصتها في التحمير. هاجي كده يلا، انا عايزه الصدر كمان ياخد لون تاني. لا، قلب الفرخه وسط الحله ده اصعب حاجه بتواجهها المراه المصريه، فعادي يعني قلبناها. وانا عايزه الصدر ياخد لون ذهبي كمان. ليه متعمده اعمل كده؟ عشان لو الصدر ما خدش اللون ده ممكن يتهري مني في السوا، وانا مش عايزه ده يحصل. طيب لحد ما بصوا بقى اللون الذهبي الغامق ده اهو، ده اللي انا عايزاه. فانا قلبتها على الناحيه الثانيه تاني عشان تاخد لون برضو تاني. الفرخه اتحمرت جدا، هحط بقى حواليها كل المنكهات، الجزر
البصل أعواد الزعتر مفروض ان كان في أعواد روزماري ولا انا متلخبطة؟ اوكي وهاخد لها كمان عود كده من الروزماري. كل دي منكهات. ليمونة اسمها نصين، حبوب فلفل اسود. انا بس يعني المفروض كنت احط حبوب فلفل ابيض بس انا نسيت ابلغهم بيها، فهو لو في حبوب ابيض هنحط، لو مفيش مشكلة يعني زي ما انا اتصرفت عادي. وعندنا كمان راس توم كاملة كده على بعضيها، عايزين نقسمها نصين بالعرض. يعني ايه؟ يعني راس التوم اهي راس التوم اهي، هقسمها كده بالعرض بقشرها عادي جدا. وحطوا لي سكينه حاميه يا جماعه، سكاكين بارده قوي تقطعش. بس كده عايزين بس نفتح القلب نطلع طعم فصوص الثوم، مش اكتر من كده. القشر ما يضايقنيش في اي حاجه، بالعكس عايزه اقول لكم انه بيدي طعم رائع. فهاخد راس الثوم دي زي ما هي كده، المهم بس تكونوا غسلينها، واقوم ضايفاها للوصفه. بس زي الفل كده. هعمل حاجه واحده فقط لا غير واطلع فاصل يا حمدي من عيني. كل الكلام ده عايزه اديله بس تقليبه كده في الجنب، اطمن انه ايه اخد تشويحة هتطلع لي طعم. وهاجي بكل بساطة كده على جنب واسقي اللبن. مش المفروض انها تكون غرقانة في اللبن، انا ما بسلقش، بس انا عايزة رطوبة اللبن دي تفضل شغالة. طب ايه ضرورة اللبن في وصفة زي دي؟ اللبن يا جماعة في وصفة زي دي هيطري الفراخ بطريقة فظيعة، هيعوضني عن كل بقى الزبدة اللي انا ما حطيتهاش والسمنة اللي انا ما حطيتهاش، وهيطلعها فرخة روستو ملهاش حل. انا هغطي عليها لحد ما اللبن يغلي، وبعد كده بفتح واسيبها على نار متوسطه. دي كده اول وصفه خلصت معانا، اعتقد مفيش ابسط من كده، بسيطه جدا سريعه جدا. وزي ما انتم شايفين يعني الشكل واضح، ولو موجودين هنا هتشموا الريحه. اهم حاجه بس باكدها عليكم، قللوا الدهون بقدر الامكان، احنا معوضين الطراوه والنكهه من كل الحاجات التانيه، فمش محتاجين ان احنا نحط دهون كتير، عشان كده بنعتبر دي وصفة خفيفة. نقدر كمان نخليها أخف بأن احنا ننزع كل جلد الفراخ. فأول وصفة معنا خلصت، بتاعتنا غليت كويس جدا، مغطينها وسايبين اللبن يعمل مفعول، وبقى في ان هو يطريها ويسويها كمان. طبعا ضروري جدا ان النار تكون متوسطة لسبب مهم، ان استخلص طعم كل الحاجات الجميله المنكهات اللي انا حطاها، وعلشان اديها فرصه تستوي. هتشوفوا منظرها دلوقتي، اللبن بيقطع شويه كده يا جماعه، ما تقلقوش خالص، ده عادي عشان احنا حاطين ليمون، فده مش حاجه غريبه، عادي جدا ومحدش يقلق. فانا قلبتها على الناحيه الثانيه علشان الناحيتين يبقوا استووا في اللبن بنفس الدرجه بالظبط، وسايباهم وريحه تحفه. طيب بصوا محتاجه الفها تاني. الخضار طبعا منزل ميته، اللبن عماله تشربه الفراخ، وكل اموري ماشيه تمام، والبخار طبعا بيأدي دوره. الخضار داب بقى تماما ومطلع كل طعمه وريحته، الفرخه بتستوي، ويعني انتوا مش فاهمين الفرخه دي بتبقى طريه ازاي، مهما اوصف لكم مش هعرف. الروستو اللي عملناها في اللبن، بصوا شكلها قمر ازاي، بصوا القمر دي. هقطع لكم حته من الصدر اوريكم هو قد ايه بيبقى طري. بصوا يا جماعه شايفين اهو، انا عامله لها عرض ازياء من كل الجوانب، ومقدمه معاها كوسه، مقدمه كمان بطاطس، وخدت شويه الجزر والبصل اللي كانوا معاها في السوى مع شويه الليمون. انا مش مجنناكوا صح؟ انت تمام؟ اوكي. وشويه التوم الروستو. كل الكلام ده بقى مع اكلها هيبقى روعه. معلش انا لسه معجبه بيها قوي، فيعني لازم اديها وقتها واهتمامها.